السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. هذه رقية لعلاج الأورام وخصوصا مرض السرطان، سواء كان السرطان في الثدي أو في أي موضع من مواضع الجسد. كل ما أرجو منكم إخواني الأفاضل أن أنتم تفوضوا أموركم لله عز وجل، وتعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. ثم إن مرض السرطان غالبه بيكون بسبب العين، وإحنا لو اطلعنا على أهل القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أكثرهم صرعى بسبب العين. ثم إن الله عز وجل بيقول في كتابه العزيز كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالقرآن شفاء من كل داء. حتى إن يعني سبحان الله الإنسان لما بيكون الروح بتغرغر وبتكون موجودة هنا، الله عز وجل بيقول كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، يعني من اللي يرقيه عشان يرجع له الحياة مرة ثانية. وسبحان الله الرقية شفاء لما في الصدور، والقرآن الكريم معجزة ربانية ربنا سبحانه وتعالى جعلها شفاء من جميع الأمراض. كل ما أرجو منك يا أخي الكريم إنك أنت تثق إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يشفيك في لحظات، وإن الألم اللي أنت بتحس فيه والورم اللي موجود عندك ده ربما إنه يختفي بعد الرقية ديت إن شاء الرحمن. أنا جربت الرقية ديت مع ناس كتير جدا، اتصالات مباشرة وصوت وصورة موجودة، وسبحان الله بيخف الورم وبيتلاشى نهائيا وبتختفي كل الآلام. فكل ما أطلبه منك إنك أنت تحضر زجاجة مية زي ديت عشان هنستخدمها أثناء الرقية، وهقول لك تستخدمها إزاي. وكل ما أطلبه منك الآن إنك أنت تقوم تتوضأ، اتوضأ، وقف الفيديو الآن وتوضأ. طيب ها توضيت، جاهز معايا، عايزك تغمض عينك تمام وتضع يدك على مكان الورم ايا كان موضع الورم، بس قول بسم الله وحط ايدك على مكان الورم كده والدين انتباهك وتركيزك. نبدأ نتوكل على الله عز وجل. بسم الله بسم الله بسم الله. احرج بالله العلي العظيم على كل عارض يسكن في الجسد من مس أو سحر أو عين أو حسد أن يسحب نفسه من المكان اللي هو ساكن فيه الآن وينتقل لليد اليسار. يسحب من يسكن في الورم الآن، يسحب من يسكن في الورم الآن بأمر الله الواحد الأحد الفرد الصمد. يسحب الورم، يسحب الورم ويختفي نهائيا بأمر الله. غمض عينك. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله
لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله بسم الله خليك مغمض يا أخي الكريم ما تفتحش عينك نهائيا بسم الله بسم الله بسم الله أقسمت بالله العلي العظيم على العارض الذي يسكن في الصدر ويسبب الورم أن ينتقل من موضعه الآن أقسمت عليك بالله العلي العظيم الذي خلقك وشق سمعك وبصرك أقسمت عليك بالواحد الأحد الفرد الصمد
إلا انتقلت من مكانك الآن. يسحب العرض هذا وينتقل من موضوعه بأمر الله. يسحب الورم، يسحب الورم وينقص الورم الآن، ينقص الورم ويسكن الألم، ويسكن الألم بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقسمت بالله العلي العظيم على العارض الذي يسكن ويسبب الورم الآن أن يغير موضعه. غير موضعك الآن، غير موضعك الآن. يسحب الورم الآن، يسحب الورم الآن، يسحب الورم ويختفي نهائيا الآن، يسحب الورم الآن. أحرج عليك بالله العلي العظيم، 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 إلا أجبت داعي الله. يسحب الورم ويختفي نهائيا، يتلاشى الورم الآن، يتلاشى الورم الآن، يتلاشى الورم الآن، ينقص الورم، ينقص الورم. ضع يدك على الورم يا أخي الكريم وقول بسم الله كده وركز معايا. يسحب الورم الآن، 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 يسحب الورم الآن. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أحرج بالله العلي العظيم على من يسبب الورم الآن أن ينتقل من موضعه. يسكن الألم اللي في الورم الآن ويختفي نهائيا. تسكن جميع الألام اللي في الورم، تسكن جميع الألام اللي في الورم وتبرد بأمر الله، تسكن جميع الألام اللي في الورم وتبرد بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله،
بسم الله بسم الله. الآن يا أخي الكريم وانت مغمض عينك أو يا أختي الكريمة أبيك تمشي كف إيدك على الورم عكس عقارب الساعة زي الطواف كده بالظبط. مشي إيدك على الورم عكس عقارب الساعة وقولي بسم الله كده وركزي معايا. يلا يلا ها حرك يدك الآن ما تخافش، حرك يدك بخفية وبعد كده حرك يدك بثقل وبعد كده تجل كل مدى كل ما تضغط على الورم وتحرك يدك كده وانت ايه بتقول بسم الله. خلاص يلا جاهز جاهزة. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يلا يدك حركة دائرية كده، إيدك حركة دائرية على الورق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يسحب الورم يسحب الورم يسحب الورم يختفي الورم الآن يختفي الورم الآن يختفي الورم الآن اليد حركة دائرية عكس عقرب الساعة الآن حرك يدك على صدرك حركة دائرية أو زوجك يحط يده ويحركها حركة دائرية أو بنتك يلا بسم الله حركة دائرية الآن يسحب الورم الآن يسحب الورم الآن يسحب الورم ويختفي نهائيا بأمر الله أقسمت بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود إلا أجبتم دعي الله أقسمت على كل عارض يسكن في موضع هذا الورم ويسبب ألم ويسبب السرطان أن يسحب أذاه الآن أقسمت عليك بالله العلي العظيم إلا أجبت داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله يا قومنا أجيب داعي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم بسم الله بسم الله بسم الله يختفي الورم الآن ينقص الورم الآن ينقص الورم الآن ينقص الورم الآن إيش في نبضة تحت الإيد؟ حاسس بنبضة تحت الإيد أو حاسس بنبضة تحت إيدك الآن؟ سواء كنت زوجها بتمسح على الصدر أو سواء أنت يا أختي الكريمة بتمسح على صدرك إيش حال الورم؟ يعني نقص الورم شوية؟ طب في نبض؟ طب الورم أصبح طري أو أصبح لين شوية؟ ها أكيد أصبح لين إن شاء الرحمن طيب هنمشي دينا بحركة أضغط عكس عقارب الساعة كده زي حركة الطواف يلا بسم الله يلا نمشي كده يدينا نضغط أكثر بسم الله بسم الله بسم الله يختفي الورم الآن يختفي الورم الآن أحرج بالله العلي العظيم أحرج بالله العلي العظيم أحرج بالله العلي العظيم للمرة الثالثة على العارض اللي بيسكن في موضع الورم ومسبب الورم الآن أن يسحب أذاه طاعة لله أحرج بالله العلي العظيم على العارض اللي بيسكن مكان الورم الآن أن يسحب أذاه طاعة لله اسحب الأذى بتاعك الآن اسحب الأذى وانتقل من موضعك اسحب الأذى اسحب الأذى يسحب الورم يسحب الورم ينتقل الورم من موضعه ويختفي بأمر الله 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 بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين يدمر الورم الآن يدمر الورم الآن ويختفي نهائيا ويسحب كل من فيه أحرج بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أحرج بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي الذي في الجسد أحرج عليك بالله العلي العظيم أن تنشط جميع الخلايا وتدمر جميع الخلايا السرطانية بأمر الله الواحد الأحد أحرج بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن ينشط الآن أحرج بالله العلي العظيم على الجهاز العصبي أن ينشط الآن ينشط الجهاز العصبي بأمر الله ينشط الجهاز العصبي بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا بسم الله اليد تمشي دائرية الآن تمشي دائرية بسم الله ها في نبض طب الورم خف شوية نقص الورم قل الحجر اللي كانت موجودة قلت كده وأصبحت طرية طيب الآن أبيكي أو أبيك تمسك زجاجة المية المريض وعايزك انك انت تحط صبعك السبابة تمام فت عينك وجيبها عادي عايزك تحط صبعك السبابة ده في الموية تمام وحتقرأ في الموية وانت مغمض وبتستمع للآيات كل ما اطلبه منك بس انك انت تقرأ آية الكرسي طب انا مش حافظ آية الكرسي اقرأ سورة الإخلاص اقرأ الفتحة المهم أبيك بكل يقين وانت بتقرأ الآية ديت ان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الرحمن هيشفيك من الورم وهيخفف جميع الأوجاع اللي موجودة مكان الورم ها نبدأ على بركة الله جبت كوبات المية يلا عايزك تحط صبعك بقى في ايه في كوبات المية كده وتغمض عينك كده وتقرأ آية الكرسي وكل ما تخلص مرة تنفس فيها ثلاث مرات تخلص مرة تنفس فيها ثلاث مرات كل ما تقرأ آية الكرسي مرة تنفس فيها ثلاث مرات يلا غمض عينك حط صبعك في كوبات المية اقرأ آية الكرسي واستمع لي يا بنت صاط يلا جاهز جاهز غمض عينك غمض عينيك نبدأ إن شاء الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
عايزك تسمعني وانت بتقرأ آية الكرسي في المية وانت مغمض عينك. انت بس استمع ليا وشغال في قراءة آية الكرسي والنفس في الموية 3 مرات كده. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول سحر مستمر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان نضاختان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله بسم الله بسم الله. شغال تقرأ آية الكرسي وصبعك في المية. اقرأ آية الكرسي في الموية وتنفسي فيها، لا تفتحين عينك نهائيا نهائيا. بسم الله. أقسمت بالله العلي العظيم على كل عارض يسكن في الصدر أو يسكن في الكلى أو يسكن في الرئة أو يسكن في الكبد أو يسكن في أي موضع من مواضع الجسد إلا يخرج منها الآن. يسحب كل عارض بيسكن في أي موضع من مواضع الجسد ويسبب سرطان أو يسبب أورام ويخرج الآن. يسحب كل عارض يسحب كل عارض من الصدر، يسحب كل عارض من الرئة، يسحب كل عارض من الثدي، يسحب كل عارض من الكبد، يسحب كل عارض من الرئة، يسحب كل عارض من الجلد، يسحب كل عارض من الجلد، يسحب كل عارض من العظم. يسحب 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 ويتسلسل يسلسل يسلسل يسلسل. اللهم سلسله من عنقي، اللهم سلسله من عنقي، اللهم سلسله من عنقي، اللهم سلسله من عنقي، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامي. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. تضرب عنق كل شيطان يسكن في هذا الجسد، تضرب عنق كل من يسبب الورم، تضرب عنقه، تضرب عنقه، تضرب عنقه، تدمر كل الحصون، تدمر كل الحصون اللي موجودة الآن، تدمر كل الحصون. سبح لله، بسم الله، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يقتل كل من يسبب ورم، يقتل كل من يسبب ورم، يقتل كل من يسبب ورم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقتل كل من في الجسد الآن، تضرب عنقه، تضرب عنقه، تضرب عنقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بسم الله. تضرب أعناق كل من في الجسد الآن، يختفي الورم، وتضرب أعناق كل من في الجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فتح عينك، عايزك تصب المويه هذه على مكان الورم او على مكان الجزئيه اللي فيها ورم او على مكان الجزئيه اللي فيها سرطان، تصبها كده. يلا صب المويه الان. صبيت المويه، ابيك بعد ما تصب المويه تمام تمشي حركه دائريه. بص، حركه دائريه كده عكس عقارب الساعه، شبه الطواف بالظبط، وتسمي الله. يلا ها، سواء كنت زوجها او كنت انت بنفسك، امشي حركة دائرية الآن على الورم، امشي حركة دائرية الآن على الورم، وركز معايا. بسم الله. ينتقل الورم من موضوعه بأمر الله الواحد الأحد. ينتقل ورم الآن من موضوعه، ينتقل الورم الآن من موضوعه ويختفي نهائيا، يتلاشى الورم، ينقص الورم ويختفي بأمر الله الواحد الأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بسم الله بسم الله. المية اللي انت كنت قرأت عليها او قرأت عليها آية الكرسي ابيك تشرب منها. سم الله واشرب. بسم الله. سم الله واشرب تاني. اشرب تاني. ينزل هذا الماء كالنار على كل سحر في المعدة. ينزل كالنار على كل سحر في المعدة ويسحب السحر ويخرج السحر بأمر الله الواحد والأحد.
أخي الكريم أو أختي الكريمة، لو حصل معكم أي نبض في موضع الورم أو أي برودة في موضع الورم أو أي حركة في موضع الورم أو حسيت ببرودة أيا كان مكان الورم أو مكان السرطان، أرجو منك أنك أنت تكرر الرقية ديت مرة واثنين وثلاثة، ظل على استماعها، فالله عز وجل أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، والله عز وجل أسأل أن يتقبلها مني وأن يجعلها صدقة لي ولوالدي ولجميع المؤمنين بأمر الله. جزاكم الله عز وجل خيرا على حسن الاستماع. اكتب لي اللي حسيت بيه أثناء الرقية أسفل المقطع، وإن شاء الرحمن حرد على بعضكم، وأتمنى من الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم أجمعين. جزا الله عز وجل خيرا كل من قام بنشرها وساعد على نشرها، وجعلها الله في ميزان حسناته، وجعلها الله صدقة له، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. يا ريت أنك أنت تدوس لايك عشان الرقى دي تنتشر لكل الناس، ولو حابب تسمع مزيد من الرقى والمقاطع العلاجية في القناة، حاول أنك أنت تضغط على زر سبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان تفعله عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو. ليك أطيب تحياتي، أنا أخوك يوسف أحمد، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.